مقصر وعنده لحيه حق قدر حقتي ولا اكبر منها ان شاء الله يا شروان. ما بتنفعوا ما بتنفعوا، لانه قال لا يضرهم من خدمهم، لانه يا جماعه هذه الدوله اصلا في التوحيد والنهي عن الشرك، توري الناس التوحيد وتنهاهم عن الشرك، لانه دي عهد الانبياء. انا حجيك راي يا جماعه، قال ربنا قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وربنا قال وتعالى من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. فكل الانبياء جاب التوحيد، وكما ثبت في صحيح البخاري ايضا الروم قال عليه الصلاه والسلام قال كان الناس من عهد ادم الى عهد نوح كانوا على التوحيد الخالص، ما كان في صاحب قبه لا صاحب بريح، كان الناس موحدين. فان حصل الشرك في قوم نوح، ربنا ارسل نوح عليه السلام لهم وكان عدد خمسه رجال صالحين بنص الايه وبنص الحديث كما في صحيح البخاري، والايه ايه نوح برضه في سوره نوح. ربنا قال خمسه رجال صالحين. اما اجل السودان هنا عندنا في السودان، انا ما داير اطيل لك لانه في ناس من بعدي في مشايخ، الناس اللي في السودان عبدوا ناس ما صالحين وديك صالحين، عبدوا كفر طوادي، ديك صالحين جد جد رجال صالحين. اما اليوم الجماعه بيبنون دول ناس ملوك، بيبنون في السودان ناس ملوك، ناس البرعي صايم دينا اللي زي رقاب والبدر والحسونة المكاشفي، دول ما صالحين، دول ما صالحين. ليه ما صالحين؟ انا اديك كلام من كلام اخوك الشيخ البرعي ذات ما صالحين، لانه البرعي ذات وده ما كلام ما صالح. البرعي بيقول في الليل الهادي بنادي سيادي جمله فرادي، ده ما صالح، ده راجل خايب بس خليه شريك، خيابه ساكت خليه شريك، خيابه خلي الشرك. كونك نادي لك راجل ابشنب بقب دجن ابشنوات تناديه يا سيدي البريدك مد لعيدك، دي خيابه منك يا برعي، دي خيابه منك يا برعي، خلي الشرك. في الليل الهادي قال بنادي زيادي جمله فرادي وقم يا خي ناديهم لي، قال رجال اول بذين البيت. المشرك ده قال واحد كسلان بعد ما نادى قال له قم نادي لي معاك، ما دوم تنادي انت برضه، بعد ما نادى قال له تنادي لي نجي يا قال لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. الجماعه دي شكروا الجماعه دي، ده الموضوع، شكروا الجماعه دي اللي هو حتى نحن جبناه الليدين. ها صار السنه قبل ايام في ها دع ما فيش منصب كبير في الوبيض اسمه صلاح مطر ولا مين مطر، ها ده قال صار السنه والصوفيه والاخوان المسلمين حاجة واحدة، فعلا حاجة واحدة على كيفكم. وقال نحن ما بنرضى في الصوفية، قال نحن لا بنرضى في الصوفية ولا في الاخوان المسلمين، والصوفية والاخوان المسلمين ما بيرضوا فينا. دي ما يسمى حرام القلوب تلقى هذا؟ قال كده، قال نحن ما بيرضوا ما بنرضى فيهم وهم ما بيرضوا فينا. الكلام ده قاله بنات اوعى تجي تصدقنا كل ليله، ما قالوا 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 واديك او تحت الكلام مفتوح هنا، افتح البنود سلاحه ولا تحس حاليا من هنا موجود. مطر قال لم نرضى في الصوفيه ولا في الاخوان المسلمين وان جاتهم ما بيرضفونا، والكلام ده قالوا عندهم صارت سنه عندما كرموا الدكتور مين كده قريب الله، قال تكريما صار السنة حاجة لينا شنو؟ قال حاجة جميلة كرمون في المركز العام، ها وده الكلام ذات كرمون، ماذا كرمون صار السنة ليك؟ كرموا ناس منهم على المريخ، كرموا الصوفية، الصوفية بيجيبوا في قناة النيل الأزرق حبيب الكباسي المشاري ناس صار السنة بيقول جد الكباسي يقول لك شيء كن فيكون. والله لو كرموا جماعة المليخة كان خير، والله لو كرموا ناس ناس القلعة فنانات دول، ولو كرموا ناس حمادة بيت طلعت الكوبري مشيت بحري كان خير، والله
لأنه دول ده الفجر وده الفنانين وفنانات. الغنى ده حرام، لكن ما أقعد من الشرك، ما أقعد من الشرك. لو كرمت الأنصار سنة، لو كرمت الجماعة ديل، البنات ترقص الجماعة ديل، ها ترقص بشرب وبدجن، ها نوبة الحين، كعريس الحين، شوايق الحين، أغاني خيرين. وده لا تفعب، لكن أقل ما أوصل لك المعلومة دي يا حزبي عشان تفهم، تفهم. لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرجل عندما مات وقبل ما يموت بخمسة يوم كان بيحذر من الجباب ويحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام، يحذر من الجباب عليه الصلاة والسلام. ضربوه وآذوه والأنبياء كلهم ضربوه. تجي انت سنة الدين بس بيعرض من الدنيا غريب. تقول الصوفية والإخوان المسلمين حالة واحدة، حالتنا واحدة، ها؟ قال ما يقول الشيعة مردتوا ولا الشيعة؟ الشيعة أنصار سنة مردتوا ولا الإمام ابن خلدون، هل أديك أدلة لما تستغرب؟ الإمام ابن خلدون في كتابه المقدمة قال الصوفية والشيعة أبناء عمومة. أقلامك شنو يا صلاح مطر؟ قال ابن عمومة، قال الشيعة والصوفية، قال الشيعة بنت الصوفية عديد، بنت عديد. على شنو صار سنة؟ كلام ده قلنا نحن الليلة؟ قال الإمام ابن خلدون في كتابه المقدمة. عم مش راجع أفحط الإمام ابن خلدون من قبل، قلت له قلت الكلام ده. قال الكلام ده. فالصوفية أصلا والشيعة بينات شبه. صوفية بينادوا غير الله. والشيعة بنادوا غير الله، بل الشيعة بنادوا أولياء عديد، مع ذلك كفر. يقول يا علي ويا الحزم ويا الحزام، والصوفية بنادوا دير ظلال. يقول يا البرعو ويا بسروال ويا بتكة، ودير ما صالحين، ودير ما صالحين. عشان كده دار أقول لك إن الصوفية نشروا الشرك وساعدهم جماعة الإخوان المسلمين وانصار السنة البند حضور دي ذات مساعدة للشرك، مساعدة على الشرك. افهم الكلام ده؟ تابع ولا ما ترضى ولا ما ترضى؟ لا انت بتمدح في على ناد بر في الامة بالشرك وتضل في الامة بتمدح فيه، وما نتساعد دوار اكتب حوالي بسروال، لا ده الناس رؤوس رؤوس بتمدح فيهم. لما يشوفك واحد صوفي انت صار سنة بتمدح في الكباش ولا بتمدح في الصايم ديما، حيقول معناها الناس دي كويسين. حيكون ضليت كم؟ ضليت كم؟ فالدعوة دي يا جماعة اساس التوحيد. وقال في الثاني وصلنا لا يضرهم من خدع من خالفهم، من خالفهم دين حتى الجماعة دين حتى من خالفونا ارضهم ذكرون الجماعة دين استفقوا سوا. إخوان مسلمين، صوفية، سرورية، تكفيريين، سرورية، ولا التكفيريين ذاتوا أتكلم أنصار السنة واحد. بل الشيخ ربيع بيقول أنصار السنة تديرها السرورية ورب السماء، حلف ثلاثة من رب. بل الإمام مقبل بيقول أنصار السنة أنصار المال وأنصار البدع، الكلام ده زمان. كلام ده زمان نحن ذاته كنا حرام، قلت لك في زمان ذات بدري كان يسمون انصار المال وانصار البدعة زمان. فما بالك لو حضروا اليوم رحمه الله تعالى، لو حضروا الجماعة دين، لو حضروا الليلة الآن تكفيرين ليه بيكفروا انصار صنع عارفينهم بل حيودك جابينه قبل يوم في الجريدة قال التحمور بي أنا داعش. انت ما داعش، انت لما داعش عندك كتاب اسمه الاستبداد السياسي يا عبد الحيودك بتكفر ذو حكام المسلمين، ده داعش ولا ما داعش؟ داعش الا ترجع تقول انا تبت يا عبد الحيودك، لان ربنا قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. تقول انا تبت من هذا الكتاب، واحد قال لي عبد الحي تاب ما تاب، تاب زي ما نزل كتاب كمان يقول انا تبت. بعد ذلك بنخليه اما ما تاب وقال بقول انا ما داعش يجيبوا لك في الجريدة، ما يمكن تقول انا بقول لك انا ما داعش ذات، وانت بتقول لك ما داعش وانا بقول ما داعش. لا لا انت داعش، داعش لانه عندك كتاب اسمه الاستبداد السياسي يا عبد الحيود. افهم الكلام ده؟
محمد اسماعيل محمد عبد الكريم ده برضه تكفيري، محمود داسر اسماعيل بياي تكفيري، محمد اليمين اسماعيل دي مش كبيره؟ كبيره اهي، ده برضه تكفيري، بكفر برضه بكفر حكام المسلمين. ده نائب الرئيس، نائب الرئيس جوه وبره كله في البلد دي، نائب الرئيس انصار السنه. وفي واحد من عصام احمد بابكر ده برضه ها ماسك التنظيم في السودان كله خارج جوه وبره كله، ده بكفر الحكام، حاكم على محكومين، حاكم على محكومين. في مجله اسمها ها البيان ولا الاستجابه بكفر، مطلع كتاب بتاع دكتوراه بكفر فيه برضه الحكام. طيب التكفير من حزبين؟ حزبين هو كان نادي التكفيرين، التكفير انت ولا نحن؟ تمام تكفيري بالادله وبالبيانات. زي ما اللي زارك وزار الصفوف بكفر عنده حريه الحكام، انت ذاتك نفس الشغله، انت بتقل موت لان احنا بنكشفك. شوف الدين ده بيكشف نفسي فوق، ما عندنا يقول لك ده معانا وده زورنا، لا ما بحاسبه ده زورنا، ده الدين. فالدعوه دي اصلا قايمة على التوحيد. فختاما عشان نشرات صوفية ساعدوهم الجماعة دين، نشروا شرك حتى ابو لهب زادوا ما نشروا. اللي في البلد دي يا جماعة تعلمون اي ذا المسلم، اي ذا المسلم يعلم انه الخالق الله والرازق الله والمحيي الله، حتى دي ابو لهب زادوا ما انكره، ابو لهب والمشركين عامة لم ينكروها. الليلة الصوفية بيقول لك الكون ده